أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الخارجية الكويتية التوصل لاتفاق قطري سعودي لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية ابتداء من هذه الليلة. وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن قمة الغد التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية ستكون قمة للمصالحة. وعقب الإعلان أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيرأس وفد الدوحة إلى القمة الخليجية غدا. أزمة السنوات الثلاث تتنفس الحل عشية قمة العلا. اتفاق قطري سعودي بوساطة كويتية يقضي بإعادة فتح الأجواء الجوية والحدود البرية مع دولة قطر. مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاتفاق يقضي برفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار عن دولة قطر وبتخلي الدوحة عن الدعاوي القضائية المرتبطة بها. يضيف المسؤول إن لمستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر يد ساعدت على التفاوض والتوصل إلى الاتفاق، وهو من زار المنطقة قبل أسابيع. سيحضر مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الخلاف مع مسؤولين آخرين، يضيف المصدر. وزير الخارجية الكويتي زار عشية القمة أمير دولة قطر حاملا له رسالة من أمير دولة الكويت. لقد عملت الكويت منذ البداية على حل الخلاف في عهد الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. مساع حثيثة للأمير الحالي طبعت الأسابيع الماضية، فقد كان يهدف إلى أن يصل موعد القمة مع تصالح خليجي. ولي العهد السعودي قال إن القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف، وستترجم التطلعات نحو لم الشمل، وإن قمة العلا ستوحد صفوف الخليج. فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء. تقول مصادر إن السعودية تنوب عن بقية الدول في التصالح مع دولة قطر، وستشهد قمة العلا توقيع إعلان لإنهاء كل إجراءات الحصار المفروضة على قطر، على أن تبحث كما تؤكد مصادر للعربي القضايا الثنائية في وقت لاحق على توقيع الإعلان المشترك بين الدول المعنية. إذن سنحاول مشاهدينا الكرام أن يكون معنا بعد قليل ضيف من العاصمة القطرية الدوحة للحديث عن هذا الإنجاز الذي تم الإعلان عنه مساء هذا اليوم، وهو جاهز فعليا معنا الآن، الأستاذ عبدالله الوذين الإعلامي والكاتب الصحفي القطري. أستاذ عبدالله مرحبا بك، مساء الخير. هل يمكن الحديث الآن وبكل ثقة بأن الدول الخليجية خطت الخطوة الأولى والمهمة باتجاه حل الأزمة الخليجية وطي هذه الصفحة إلى غير رجعة الآن؟ أولا مساء الخير وتحية لكم من الدوحة. أهلا. بالتأكيد نقدر نقول بما أن المبادرة جاءت من السعودية بفتح الأجواء وفتح الحدود البرية والبحرية، تبعها مباشرة إعلان الديوان الأميري عن ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لوفد قطر إلى قمة العلا. لذلك نقدر نقول الآن بأننا بدأنا في مصالحة حقيقية وبمبادرات أيضا حقيقية. ابتدأت طبعا بالمؤتمر الصحفي الذي عمله وزير الخارجية الكويتي بإعلانه عن فتح الحدود، ومن ثم إعلان السعودية أيضا بأنها ستبادر بفتح هذه الحدود البرية والبحرية والجوية، ومباشرة إعلان صاحب السمو ترأسه لهذه القمة. وطبعا ترأس رأس الهرم في قطر لقمة في السعودية يعتبر يعني بادرة حسن نية على أعلى مستوى. الخطوة الأولى ربما الفعلية التي تم الإعلان عنها هي فتح الحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية. أنتم الآن في الدوحة، هل حدث شيء من ذلك؟ هل تأكد ذلك؟ هل فتحت الحدود؟ هل بدأت الحركة بين البلدين؟ نحن هنا نعتمد على البيانات الرسمية، وعلى حسب ما ظهر من البيانات الرسمية بأنها ستفتح هذا المساء. صحيح. ولكن إلى الآن لم يصلني أي شيء، أنا متابع الأمور، ولكن أعتقد بأن المبادرة هذه جادة وستفتح الحدود إن شاء الله. طيب، كما قلنا قبل قليل غدا القمة الخارجية في العلا بالسعودية سيحضر الشيخ تميم وسيحضر ولي العهد السعودي. هل يتوقع أن يتم حسم الخلافات كلها يوم غد؟ ربما هذا مستبعد الآن، أم أن المسألة ستأخذ وقتا للحديث عن مختلف القضايا وبالتالي حلها خطوة خطوة؟ من المبكر الحديث عن إغلاق كافة الملفات. نحن نعلم بأن أهم ملف في هذه الأزمة هو ملف إغلاق الحدود، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية. يتبعه مباشرة أعتقد هو الملف الإعلام. فبعد
ما يتم تطبيق أول بادرة اللي هي بادرة فتح الحدود، أعتقد بأن ثاني مبادرة يجب أن تبحث وأن تطبق هي وقف الحملات الإعلامية. بالنسبة لبقية الملفات وتفاصيلها من المبكر الحديث عنها الآن، ولا نريد أن نستبق الأحداث. هناك قمة غدا إن شاء الله، القمة هذه قد يكون فيها إعلان، مثلا سيكون إعلان العلا مثلا، فلا نريد أن نستبق الأحداث في هذا الوقت الحساس والدقيق. ربما أعتقد من بين الشروط التي طرحت من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق هو تراجع وتنازل قطر عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد الدول المحاصرة لها في العلاقة في الارتباط بعملية الحصار وما تلاها من أضرار على قطر. هل تأكد ذلك؟ هل ستتراجع قطر مباشرة عن ذلك؟ لا يوجد أي تصريح رسمي، هي كان خبر نقل إلى صحيفة أمريكية ونقلته وكالة الأنباء عن تصريح لشخص في حملة ترامب. فإلى الآن من المبكر الحديث، ترى القضايا هذه تعتبر من ضمن التفاصيل الدقيقة التي تحدثنا عنها بأنها ممكن أن تصدر يا إما في البيان الذي سيصدر غدا أو في الأيام التي تتبع فتح الحدود وبعد القمة، بعد انتهاء قمة العلا. لذلك هذا مجرد تصريح من مسؤول في حملة لرئيس منتهية ولايته لجريدة أمريكية. نحن نستقي أخبارنا في هذا الوقت بالذات من المصادر القطرية والسعودية. لمن يعود الفضل الأساسي في الوصول إلى هذه النقطة المهمة في العلاقات الخليجية وربما طي هذه الصفحة؟ بلا شك وبلا تردد، الفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله. هو الذي حمل الملف معه وتحامل على كبر سنه ومرضه وصومه، نعرف بأن الأزمة حدثت في رمضان. فالفضل بعد الله سبحانه وتعالى، أنا أقولها وأنا شبه متأكد بأن جميع الشعوب الخليجية تقول معي، الفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تعالى. شكرا جزيلا لك عبدالله الوذين، الإعلامي والكاتب الصحفي القطري من الدوحة.